نتكلم عن موضوع جدا هام، قطاع التزيئة، كثير من المجتمع غايب عنه. والسبب الرئيسي يمكن قبل سنوات لما واحد يبغى يتوظف في احدى السوبر ماركت او الهايبر ماركت الكبير، بندا، كارفور طلعوا معنا، العثيم الان اليوم اللي هيكونوا متواجدين معنا، يقول يا اخي انا اشتغل كاشير وجنب البيت لا مزعج بالنسبه لي، انا اشتغل كاشير والناس تشوفني، هذه اشكاليه كبيره. الاهل، العالم ايش راح يقول؟ ما بين ثقافتنا وما بين هالواقع الكبير اللي يقدم فرص وظيفيه للشباب في قطاع التزيئه. صرنا يكون معنا مشاهدينا طلال بن ايمن العليط، مدير أكاديمية العثيم للتدريب والتطوير. راح نتكلم على أكاديمية، راح نتكلم على واقع قطاع التزيئة بشكل عام. أهلا وسهلا أستاذ طلال، وحياك الله. حياك الله، يا أهلا وسهلا أستاذ طلال. لما تحدث عن واقع قطاع التزيئة، أنا متأكد أنه بإذن الله الثقافة تغيرت خلال السنوات الماضية وصولا إلى 2013 أو بداية 2013. كيف تجد قطاع التزيئة ومدى استيعابه لآلاف المتقدمين للحصول على وظائف؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. من منطلق حديثك، نعم صحيح، أنا أؤكد أنه القطاع الأعمال يستوعب فعلا آلاف الوظائف في جميع المجالات والمستويات، وإحنا في أكاديمية العثيم فعلا طرحنا العديد من الوظائف اللي تناسب جميع فئات الشباب بكافة مستوياتهم، من الحاصل على شهادة الكفاءة إلى البكالوريوس أو ما أعلى من البكالوريوس. في قطاع الأعمال نعم يستوعب الألوف، وليس فقط في العثيم، في جميع حتى عند الأخوة المنافسين وقطاع التجزئة. بحكم خبرتك الآن، وطبعا نتحدث عن الأكاديمية، وصلكم مرحلة الأكاديمية، هل العادات فعلا أثرت بشكل خلينا نقول سلبي على قرار الشاب في أنه يكون واحد من أبناء هذا القطاع ويوفر له لقمة رزق وحلال طيب، وبالتالي يبعد عن السلف والشحاذة والتسكع بالشوارع، وربما أيضا أمور كثيرة من ضمنها المخدرات وأشياء كثيرة؟ نعم، ثقافة المجتمع بدأت فعلا تتغير من ملاحظتنا بمجالنا. الآن دخلنا بالسنة 13 في أكاديمية العثيم، لاحظنا ولمسنا هذا الشيء منذ انطلاقتنا كمركز تدريب متواضع إلى الحمد لله الآن أكاديمية العثيم للتدريب والتطوير معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والفني. نعم في تغيير في نظرة المجتمع، لكن دور الأكاديميات في زيادة التوعية وتغيير نظرة الشاب باتجاه هذه الوظائف. كان الشاب في الماضي يخجل انه يعمل بوظيفه مثلا محاسب مبيعات او بائع في جزيره البهارات او جزيره الاجبان، يخجل انه يعمل بجانب بالفرع اللي جانب بيته او سكنه. الان بالعكس، الان بعد مع مرور هالسنين وتغيير مع التوعيه والتاهيل لهؤلاء الشباب، اصبح هو اللي يطلب هذا الطلب، وهو اللي يلح بانه يعني ابحث عن الفرع القريب من البيت. نعم، طيب الآن لما نتكلم على وجود الأكاديمية، يعني نعرف الآن من ضمن الأكاديميات اللي استضفناها أكاديمية الشايع، النهدي عندهم أكاديمية، بعض رجال الأعمال أو الشركات الكبيرة، هي كشخة اليومين هالأكاديمية، ولا فعلا أنتم شفتوا أنه في حاجة ماسة، أنه لابد يكون أنه التوظيف تحت إطار أكاديمية تنبني على التدريب والتعليم ومن ثم التأهيل للحصول على وظيفة؟ نعم، مثل ما ذكرت حضرتك، هي المسألة كحل لمشكلة أنه الشاب الآن تخرج من الثانوي مثلا، أول مرة يشتغل، أول يوم في حياته راح يشتغل، المسألة تختلف عليه في حياته المدرسية عن الحياة الوظيفية والمهنية. ففي عملية تأهيل لازم وتدريب كفترة ومرحلة انتقالية قبل زجه في هالعالم التسويقي والميداني، لحتى يبدأ الآن يعني يتسلح بالأدوات التسويقية والمهارات البيعية اللي تؤهله أنه يستمر ويتطور في قطاع التجزئة. فدور الأكاديميات فعلا شيء مهم، أساس نتخطى مسألة أنه مجرد قسم توظيف، قدم أوراقك وهات الملف الأخضر مثل ما تعودنا من زمان وبنتصل عليك، لا، انتهى هذا العهد. الآن الأكاديمية بالعكس، أي شيء ينقصك كمعرفة عن 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 الوصف الوظيفي للوظيفة نفسها، أو آلية الوظيفة مستقبلها، أي سؤال يعني ممكن أنه يفكر فيه المتقدم قبل توقيع العقد، والعقد ملزم للطرفين،
قبل توقيع العقد نبين له كل من لحظة توقيع العقد إلى إن شاء الله يصير عندنا مدير فرع. بيني وبينك يا أستاذ طلال، هل في مستقبل في هل في قطاع التجزئة؟ لأنه أنت من أكبر هم قاعد يواجه الشعب، يقول يا أخي أنتوا جالسين تقول المستقبل كشير مثلا، ولا في فعلا في أمور يعني مستقبلية ممكن تحدث؟ جميل جدا، إحنا ندعو كل أحبابنا الشباب أنه يشرفونا بالزيارة الأكاديمية حتى نشوف مستقبله من اليوم اللي وقع فيه العقد إلى بس 5 سنوات لما أنا أوقع له أنه يصير مدير منطقة، مدير منطقة لمجموعة من الفروع بوصف وظيفي ومسار وظيفي من أبسط ما يكون وقابل للتحقيق ولا في أي تعقيد، وهذا حجة علينا كشركة بإيد الشاب اللي راغب وصامل فعلا وجاد أنه حيبدأ حياته الوظيفية اعتبارا من اليوم. ممتاز، المستقبل موجود، وإذا ما أنت أخذته فمين راح يأخذه؟ يعني أهلا وسهلا فيك، وهذا إحنا نكررها أكثر من مرة، أهلا وسهلا فيكم، مقر الأكاديمية معروف ونشوفكم هناك. طيب وصلنا يمكن للحظة الحاسمة اللي ترقبها كل المشاهدين كما عودناهم دائما فقرة قولوا فعل. اليوم نول المشاهدين أنه فقرة قولوا فعل كانت في البداية، فحنا لمسنا منكم قولوا فعل بإذن الله تعالى، وحبينا نتكلم عن قطاع التجزئة بشكل عام حتى يكون مدخل لحديثنا. أكاديمية العثيم أو أسواق العثيم كم تقدم فرصة وظيفية لمتابعينا من خلال برنامج الآن؟ أنا أقول عندنا أكثر من 500 فرصة وظيفية للشباب السعودي. أهلا وسهلا فيكم، ننتظركم في مقر الأكاديمية، أو اللي صعب عليه يصل للمقر يقدم عن طريق الموقع الإلكتروني. الرواتب مجزية جدا. يعني مجزية كم؟ تبدأ من 4000. ممتاز، تبدأ من لحظة توقيع العقد من 4000. يعني ما فيها بعدين خصومات وبدلات؟ 4000 صافي. لا 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 بالعكس، أنا جاي لا هذه الأربعة فقط بداية. الآن هذا غير العمولة الشهرية اللي تصل ل 1200، غير المكافأة التدريب تصل إلى 15,000 ريال، مكافأة تدريب إذا استمر على رأس العمل واستمر معنا ومحافظ على تدريب وتطوير نفسه في مكافأة 15,000 ريال. هذا غير التأمين الطبي عالي المستوى اللي يحصل عليه هو ومن يعول. هذا غير الحصول على فرصة لاختيار أقرب فرع من أو أقرب فرع مناسب له، سواء للمنزل أو للمكان اللي هو يرغب فيه. التحديد هو اللي من يحدد الفترة اللي يحب يشتغل فيها. ممتاز. هل هي صباحية مسائية؟ 8 ساعات طبعا. 8 ساعات أيه. 5 أيام في الأسبوع. ممتاز، يعني يومين إجازة 8 ساعات عمل. الفرع اللي أنت ترغب فيه، الفترة اللي أنت ترغب فيها مع كل هالمكافآت. وأنا أشجع الشباب الآن أنه بدأنا الآن نعطي دورات باللغة الإنجليزية مجانا في الأكاديمية لكل من هو على رأس العمل. دورات في التطوير، الاتصال الفعال وبناء الفريق والتميز في خدمة العملاء، أساس ما يبقى مجرد وقعت العقد مثل ما أنت قلت والله كاشير طول حياتي أو بائع طول حياتي. أبدا، المسار الوظيفي واضح، كل سنة أو كل 6 شهور حسب يعني جدية الموظف حيكون في نقلة في الكارير باث أو المسار الوظيفي بشكل واضح جدا. من لحظة توقيع العقد يكون معه نسخة من المسار الوظيفي. ممتاز، أساس هو يعرف وين رايح. ممتاز، إذا نؤكد على مشاهدينا ومتابعينا والشباب ياليت يعني يظهرون على الشاشة، أكثر من 500 فرصة وظيفية. نعم. تقدمها أسواق العثيم. طبيعة الفرص اللي موجودة إذا في مسميات وإيش. نعم. الطلبات متنوعة الحقيقة. هي يعني حسب نمشي على حسب رغبة الموظف في البداية، لكن ننصحه. يعني مثلا أمس مثلا جاني شخص ما شاء الله جامعي آخر سنة تخرج وشاف إعلاننا في إعلان الوظائف في الجرائد والوسائل الأخرى وقال أنا حبيت ألتحق معكم. قلت له طيب أنت إيش حاب تسوي فيما بعد التخرج ومن الكلية؟ قال أنا أبغى أجلس مكانك. حقيقة والله بقمة السعادة لما سمعت منه هذا. شلت ملفه على الأرض. لا بالعكس، قلت له الكرسي ينتظرك أبد. قال لأني أنا عارف أنه أنت تطمح أنك تترقى وأنا أبغى أترقى وأجلس مكانك. صحيح. ليه؟ لأنه أنا تعودت على العمل وأنا مو أول مرة أشتغل، لكن جذبتني عروضكم الوظيفية. لكن خلينا نكون منطقيين، شخص آخر في نفس أمس يعني هذا طلع أسعدني جدا، لكن عشرات بعده للأسف الشديد ضيق الصدر. ضيق، خلينا نكون صريحين، يعني مع احترامي يحمل شهادة مثلا الكفاءة، وإحنا نقبل بالكفاءة أهلا وسهلا وندربه ونعلمه قبل ما يوقع العقد وقبل ما يباشر حتى ما يتفاجأ. لكن بعد ما ساعدناهم في إجراءات التعيين وتغاضينا كثيرا عن بعض يعني الثغرات إلى أن وصل لتوقيع العقد ووقعوا العقود وأعطيناهم خطاب التوجيه حسب الفرع والفترة اللي هو يحبها وما راح باشر. هذه واحدة. أو يباشر وبعد شهر يحط الراتب في جيبه أو يسحبه من حسابه البنكي ويسكر الجوال ولا عاد نعرف وينه
وبكل بساطة نسمع فيما بعد أنه يكفيه الراتب هذا، غير الجوال وزبط بعض الأمور بالسيارة، جنوط السيارة. أيوة والحمد لله، هذا اللي هذا أكبر آماله وأهدافه. فشوف بين هذا الأخ اللي عنده طموح أنه يصل لمستوى الإدارة وبين الأخ الثاني اللي طموحه فقط يأخذ أول راتب أو راتب. هذه إشكالية. يمكن يجي هنا دوركم في الأكاديمية، أنه يمكن تغذوا الأكاديمية ببعض الكورسات أو بعض المواد اللي تبين له مدى الاستقرار، وأنه يا جماعة الخير إحنا لما نتكلم عن هالواقع ترى الكلام اللي تقوله أنه مو بصدمة. إحنا يعني كثير من الشركات اللي استضفناهم يمكن حتى في مجالسنا قصص أنه هالتسرب الوظيفي مزعج، خاصة في القطاع الخاص. الشاب يجي ياخذ له أول راتب ومع الباب، أو على قولتهم مصطلح مع الشعيب، رايح وانتهى الموضوع وكأنه ولا أي شيء يذكر. وهذه إشكالية كبيرة للشباب اللي يتابعون الآن، أنه ما يمنع أنك أنت جالس تشوف أو أنك أنت تبين. لأنه أنا أتوقع أنه الكاشير، وعفوا أنه أنا يعني أطلت بالحديث أستاذ طلال، لكن لا تفضل. أي الكاشير نفسه قاعد تجي عشرات الجنسيات، ذكر وأنثى، كيف يتعامل معهم، كيف يجي الطفل، كبار يجي وصغار كبار وصغار. نعم. فأمور كثيرة موجودة تهيئ أنه في المستقبل يكون ناجح بشكل جدا كبير. نعم نعم، بيئة ميدانية مهنية رائعة أنه يرتقي لأعلى مستويات الإدارة. صحيح. وأنا الآن أوعد كل شخص لما إذا شرفنا إن شاء الله أنه نبين له بعض النماذج النيرة والناجحة موجودة الآن عندنا في الأسواق بالعشرات، بل يمكن بالمئات من الشباب السعودي الصاعد بدأ معانا بائع أو كاشير الآن. أنا أكلمك وهم مدراء فروع ما شاء الله. الآن في ما شاء يعني بدون ذكر أسماء ما شاء. ليه ما تكون مثلهم؟ فرصة، فرصة كبيرة. إذا مشاهدين أكد أنه أسواق الأتيم تطرح أكثر من 500 فرصة وظيفية بطريقتين، اللي خارج الرياض عن طريق الموقع، أو حتى نعم. اللي بالرياض بالموقع ما إيه نعم نعم لا شك، أو مباشرة موقع الأكاديمية. يشرفنا بزيارة الأكاديمية بين مخرج 14-15 خلف هايبر العثيم الملاصق للسيتي ماكس. ممتاز. أستاذ طلال بن أيمن عليط، مدير أكاديمية العثيم للتدريب والتطوير، يعطيكم العافية وقواكم الله. وحنا فعلا نتمنى أنه نلتمس مثل هالجهود اللي موجودة، وكلك نشاط وحيوية وشاب، ولمست الواقع يمكن من إخوانك الشاب اللي فعلا كثير منهم يبحث عن لقمة حلال ويبعد عن الشارع وتسكع بها الشوارع. شكرا لك سطر ويعطيك العافية. يعطيكم العافية. إذن مشاهدينا بالتأكيد فقرات ما زالت مستمرة، بعد الفاصل سوف يكون لنا حديث حول الممارسين لأهم القضايا التي طرحت خلال الموسم الماضي، إن كان إعلام، إن كان مدير مدرسة، إن كان أسرة، إن كان حتى إمام جامع. بعد الفاصل تابعونا. هذا البرنامج برعاية بن سمار للتجارة والمقاولة.